السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السيرشجى. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا عارف انت جاي بالنسبة للتايتل اللي موجود بره على الفيديو، للعنوان اللي موجود على الفيديو. انا عارف ان انت جاي متشوق، ان انت عايز تعرف ايه الفرق بين السويس موفمنت والسويس ميد. بس ابتدي بس معاك حاجة بسيطة جدا. انت معاك ايفون؟ لو معاكش ايفون او معاك ايفون، حاول كده مع اي حد شوف كده كفر من ورا، شيل كده مثلا الكفر المحطوط على الموبايل، وبص كده على الظهر بتاع الايفون تحت، هتلاقي فيه كلام خفيف يعني صغير تحت كده، هتلاقي assembly in China. assembly in China يعني متقفل في تشاينا. طب احنا عارفين ان يعني ده امريكان، ان مثلا الايفون ده امريكان. طب ليه بيتقفل في تشاينا؟ ليه ما بيتقفلش في اسمها ايه، في امريكا؟ بص بقى، امريكا والمانيا من اكتر العملات الغاليه في العالم، فدي هتبقى مكلفه على الشركه. فتخيل بقى لما الشركه بتعمل حاجه زي كده، مثلا يبقى الموبايل ثمنه 1000 دولار، لما تيجي تعمله مثلا في بلدها زي امريكا مثلا، هيبقى ثمن الموبايل 1000 يعني 2000 دولار. ليه؟ لان العماله غاليه. فبيعملوا ايه؟ فبياخدوا كل الكومبوننتس او المكونات بتاعه الموبايل ويودوها الصين، وتتقفل في الصين وتتبرشم في الصين، بس يتكتب على الظهر assembly in China. assembly in China، علشان ده قانون ان هي ما ينفعش تبقى متقفله في الصين وتكتب عليها ميد ان يو اس اي. فهمتني؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ايه الفرق بقى ما بين السويس موفمنت والسويس ميد؟ ده اللي انت تعرفه. اولا، في قانون في سويسرا ان ما ينفعش الساعه يتكتب على الظهر بتاعها سويس ميد الا لو كانت متقفله بنسبه 65% من تقفيل الساعه يتقفل في سويسرا. تمام. طب اللي انت ما تعرفوش، او اللي احنا كلنا عارفينه، ممكن انت بتعرفوش او في ناس في غيرك ما تعرفوش، ان سويسرا عموما من البلاد الغاليه غاليه غاليه، وكمان هي مشهوره بصناعه الساعات. ففي شركات بتبقى تقيله عليهم ان هي تتقفل الساعه في سويسرا عشان هتكون مكلفه جامد. فبيعملوا ايه؟ يشتروا ماكينه سويسريه محترمه زي روندا مثلا. روندا دي بتبقى يعني ماكينه محترمه. ايه اللي بيحصل في الروندا دي؟ ان هم بياخدوا مثلا الماكينه دي ويروحوا بيها على الصين، يجيبوا المكونات، الشركه عموما تكون جايبه مثلا المكونات وتكون جايبه كل حاجه والزجاج وكل حاجه، وتروح مقفلاهم مع بعض، تحط عليهم ايه؟ الساعه، وتحط فيهم قصدي الماكينه، ويتكتب على الدايل سويس موفمنت. تمام. طب ايه الفرق ما بين ان هي تتقفل في سويسرا وهي تتقفل في بره؟ بص، لما تتقفل في سويسرا بتخضع لمعايير سويسريه اعلى من لما تكون بره. بره مش هتخضع للمعايير دي وللتستس كتير دي، لان بره ما بيبقاش عليهم رقابه شديده زي سويسرا. سويسرا ما فيش ساعه بتخرج الا بتكون متقفله بطريقه بشعه بشعه بشعه. فايه اللي بيحصل؟ اولا، الازاز بيبقى اغلبيه الساعات السويس ميد اغلبيتهم بنسبه 99% او 98% بيبقى الازاز كله او الزجاج ده بيبقى ساب فاير. ده بيبقى معمول من الياقوت الازرق، بتبقى الازاز بيبقى قوي جدا، بيتحمل الضغط وبيتحمل الخدوش، لما تيجي تخدشه كده ما بيتخدش. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان دي بتبقى من المعايير السويسريه. تمام. الحاجه الثانيه، ان بيبقى الاوستيك بتاع الساعه السويس ميد بيبقى اتخن واسمك سميك، وبيبقى تخين عن الساعات اللي بتبقى سويس موفمنت. فدي حاجه ثالثه، الظهر بتاع الساعه بيتكتب على الساعه من الظهر ومن على الدايل سويس ميد، غير طبعا اللي بتعمل عليها تيست الاكيورسي اللي هي الدقه من المعامل السويسري. السويس موفمنت بقى، نيجي على السويس موفمنت. اولا، اغلبيه الساعات السويس موفمنت ما بتبقاش، الاغلبيه انا بتكلم مش كلهم طبعا، ما بتبقاش سابفاير، بتبقى حاجه تانية اقل من السابفاير، مينرال جلاس، هارد ليكس، اي حاجه تانية، اي ازاز، الازاز بيبقى اقل من السابفاير. ثانيا، امسك كده الساعه بتبقى سويس ميد وسويس موفمنت، هتلاقي السويس موفمنت السماكه بتاعت الساعه او سمك الساعه، سمك الاستيك خفيف شويه. دي حاجه تانية. ساعات ممكن تكون بتتهرب من الدقه شويه او الاكيورسي شويه، بتبقى الساعه مشترينها بتبقى ماكينه سويسريه وكل حاجه، بس ما بيعملوش عليها التست اللازم، يعني ما بيعملوش عليها التستات او الاختبارات اللازمه يعني. فانت تيجي تقول لي تدي دي كام وتدي دي كام، زي مثلا السويس ميد تديها كام والسويس موفمنت تديها كام. انا ادي السويس ميد مثلا، لو انت بتختار من عليها كلها 10 من 10، السويس موفمنت تديها 8 من 10. تبقى 8 من 10 دي ليه؟ بتنقص مثلا حاجات بسيطه زي مثلا ايه، السب فاير، ساعات مثلا انت بتحتاج مثلا زجاج ما بتبقاش مثلا يتخدش او حاجه زي كده. مع ان في ساعات يابانيه، واغلبيه الساعات اليابانيه كلها حاطين على طول زجاج مينرال جلاس،
مينرال جلاس ده بيبقى معمول من الرمله بس من الرمل طبعا اغلبيه الازاز كله بيتعمل من الرمل بس بيبقى معمول من الرمل بطريقه معينه بيتحمل الضغط بس بيتخدش ممكن مش بسهوله يعني مش بيتخدش بسهوله شويه بس هو بيتحمل الضغط الضغط اغلبيه الساعات الجي شوك مينرال جلاس مفيش سافاير وهكذا. فانت لو تيجي تتكلم سويس ميد ولا سويس موفمنت السويس ميد اعلى شويه بنسبه يعني بتحط تحت تيستس كتير الشهادات اللي بتطلع منها اللي بتبقى كمان خد بالك برده كمان السويس موفمنت احلى من السويس ميد بشويه معنى السويس موفمنت بتبقى تكلفتها قليله ما بتبقاش غاليه زي السويس ميد ما السويس ميد بتبقى غالي جايه غاليه يعني بتبقى مثلا وليكن لو ساعه مثلا سويس ميد ثمنها 10000 جنيه وساعه عليها سويس موفمنت هتلاقيها ثمنها 7000 جنيه او 6000 جنيه او 8000 جنيه وهكذا بتبقى اقل طبعا من السويس ميد فدي بتبقى ليها ميزه برضو تمام. هو ده اللي بتكلم فيه ان السويس ميد ليها عيوب ليها قصدي مميزات وعيوب والسويس موفمنت ليها مميزات وعيوب. هو ده اللي حبيت اوصله لك في المقارنه ما بينهم. لكن لما تيجي تتكلم في مقارنه واحد عادي خالص زينا كده عايز يلبس ساعه السويس موفمنت زي السويس ميد الموضوع سيم لو عرفت تجيب السويس ميد بطريقه كويسه او مثلا مبلغ كويس ده حاجه كويسه. لو عرفت تجيب السويس موفمنت هو كده كده بيبقى سعره قليل فانت لو عرفت تجيب سعر اقل دي برده حاجه كويسه. فانا حابب ان انا اوصل لكم ايه الفرق ما بين السويس موفمنت والسويس ميد بس الفرق مش عالي خالص الفرق بيبقى طفيف للغايه يعني ممكن لو واحد عادي خالص ما بيفهمش في الساعات يعني اللي هو عايز يجيب ساعه وخلاص لو جاب السويس موفمنت ممكن تعيش معاه عادي خالص واكنها عادي يعني هي فعلا عادي بس هي احنا اغلبيه الناس اللي بتبقى عندها الدقه دي عشان كده ما بعرفش اكل كشري من غير دقه اللي بتبقى عندهم الدقه دي ما عشان عندي معلش يا جماعه سامحوني انا عندي كميه زرافه فظيعه يعني فسامحوني يعني الايام دي عندي كميه ضحك وزرافه بشعه يعني. فاغلبيه الناس بتبقى عندها ساعات وكده دي بتبقى بيحبوا ان هي كل حاجه تبقى ماشيه بدقه يعني. فبس انا حبيت ان اقول لكم كل حاجه انا اسف يا جماعه سامحوني على سخافتي بس انا حبيت والله انهزر معاكم عايزه ان انا بقى اضحك بقى ولا اعمل حاجات زي كده. فشكرا جدا ليكم يا جماعه وما تنسوش طبعا يا جماعه تعملوا لايك للفيديو وتنزلوا تحت بعد اذنكم تنزلوا تحت الزرار الاحمر تشتركوا في القناه في سبسكرايب او اشتراك. انا صح انا اسمي محمد تحسين انا مش بنتكلم عن الساعات بس انا بحب الساعات جدا بس بنتكلم عن الرياضه بنتكلم عن التخسيس بنتكلم عن البرامج بنتكلم عن كل حاجه لسه متكلمين عن فيروس كورونا من شويه يعني من كام حلقه كده. شكرا جدا لكم واتمنى يا جماعه تساعدوني يعني وتسندوني كده عايزكم ايه تسندوني كده. شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناه السيرشجى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.